الفريق على صدارة على المقدمة من هجن العاصفة وبمتابعة غياث الهلالي على المركز إذن الأول والصدارة. المركز الثاني والمنطلق هنا بركان لسمو الشيق الهيان بن ذياب بسيب بن محمد آل الهيان الصادق فضل الأمين في متابعته على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث وياتي مياس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم يتابع حمد بن قميص الغويص المنطلق او عفوا طارش بن مبارك بالقوبع في متابعة ابو بطي يتابع هنا بهذا الانطلاق على المركز اذا الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع ورابع المنطلقين ياتي سرمد هنا وفريد من الجانب الاخر ومرموق المنطلق من هجن العاصفة هنا في ثلاثية جميلة رابعا خامسا سادسا بمتابعة غياث الهلالي. وعلى المركز السابع المنطلق شاهين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهيد بن سعود المكتوم هي ضمره المضمر عبد الله بالطير العامري ياتينا سابعا. وفي المركز الثامن هنا المنطلق مقصص سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهيد بن سعود المكتوم مع سعيد بن محمد بن حزيم غمر الذكريات من ينطلق بهذا الاداء المميز الجميل على المركز الثامن. هذه هي النتيجه للمركز التاسع. المركز التاسع هنا القادم في هذه اللحظات مغامر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهيد بن سعود المكتوم يضمر حمد بن خميس لغويص. وفي المركز العاشر المنطلق طريق هنا الفارس سمو الشيخ المرب مكتوم بجمعة المكتوم مع سيد بن أحمد بن خريدة هذا الانطلاق المميز الجميل. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا التحدي المميز الجميل. نعود إلى الصدارة نعود إلى شاهين المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور شاهين من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي على صدارة على المقدمة على المركز الأول. من يسيطر على زمام الأمور؟ المركز الثاني ويأتي بركان على المركز الثاني لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بسيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين في متابعته هنا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث ياتي شاهين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر عبد الله بالطير العامري على المركز هنا ايضا الثالث. وفي المركز الرابع والمنطلق من الجانب الاخر على المركز الرابع في هذه اللحظات هناك مقصص سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر سعيد بن محمد بن حزيم وفريد ياتينا ارقام من هجن العاصفة تابع غياث الهلالي بينما المركز السادس والمنطلق هنا في هذه اللحظات سرمد ومرموق أيضا قادم سابعا في سباعية جميلة بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا والتحديات هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي بينما هنا المتابعة على المركز الثامن مياس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم فارش بن مبارك بالقوبة في تضميره. وفي المركز التاسع يأتينا هناك أيضا شاهين سيدي صاحب السمو أو مغامر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم يضمر حمد بن خميس لغويص. وفي المركز العاشر الفارس سمو الشيخ المرب مكتوم بن جمعة المكتوم حسين بن أحمد بن خريدة. ونعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة المسيطر على المركز الأول شاهين ولكن هنا شاهين إذن هجن العاصفة يتابع في الانطلاق غياث الهلالي على الصدارة وعلى المركز الأول. مقصص المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ومتابعة هنا أيضا مضمر الذكريات سعيد بن محمد بن حزيم من يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث بركان ينطلق على المركز الثالث لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن محمد نهيان الصادق فضل الأمين في متابعته فريد على المركز
الرابع هنا المنطلق من هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة، وياتي مرموق على المركز الخامس أيضا من هجن العاصفة وغياث الهلالي في انطلاقته على المركز الخامس، والشاهين في المركز السادس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم يتابع عبد الله بطير العامري. هذه هي النتائج الجميلة المتواجدة في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. أم قصص من غير على الصدارة، غير على المقدمة وعلى المركز الأول. أم قصص، أم قصص هنا وفريد قادم، أم قصص وفريد قادم وبركان وشاهين. يسلم يسلام، ثلاثي رباعية 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 جميلة. وفريد يتسلل، فريد يتسلل من الجانب الآخر هنا بهذا الانطلاق من هجن العاصفة غياث الهلالي في متابعته آدم قصص. عودم قصص هنا لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هي ضمرة هناك سعيد بن محمد بن حزيب في الانطلاق. يسلم، التحديات جميلة والأداء أجمل. الله، لمن الفوز، لمن الناموس؟ هم قصص فريد وبركان وشاهين. الله الله الله، التحدي 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 جميل، ولكن فريد النوع الفريد ينطلق إلى الصدارة إلى المقدمة. تهانينا لهجر العاصفة على هذا الفوز المميز الجميل لفريد ولغياث الهلال. المركز الثاني أم قصص سمو الشيخ سعيد وحمدان مرهب سعيد مكتوب. المركز الثالث بركان لسمو الشيخ هجام الذياب سيد محمد أهلجان. المركز الرابع جايين سيد صاحب السمو الشيخ محمد مرهب سعيد مكتوم. خامسا سادسا لهجن العاصفة مع مرموق وشاهين في هذا الانطلاق مع غياث الهلالي. لنا عودة إلى فريد وتوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس بهذا التحدي المميز الجميل، قاطعا المسافة بفترة زمنية مقدارها ولحظة وصوله إلى خط النهاية. 7:51، 6 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي على هذا الأداء لفريد. بينما المركز الثاني كان من نصيب مقصص ب7:53، 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم. تهانينا سعيد بن محمد بن حزيم. المركز الثالث كان بركان، كاد أن ينفجر بصدارة لسمو الشيخ هيان بذياب سيد محمد هيان مع المضمر هنا أيضا الصادق فضل الأمين. 7:52، 5 من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. تهانينا والناموس. هكذا يستمر التواصل، تستمر الانطلاقات، تستمر التحديات من قلب الحدث. مشاهدينا الكرام، شوط يسير يحمل تحديات الأبكار المحليات الأصايل، وتنطلق من خلاله في الدفعة 17